الجيتي اليمنى سعود عبد الحميد عبد الله قلت من كنو في الجيتي اليمنى عادت عرضية الأجول مرت ولا زالت الله عند الدقيقة الرابعة وضحى بلمسة أولى الله 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 غير مرة نشوف حسان مرة نشوف سلولي ما الآن أسرة تحولت في اليوم لسعود يلحق سعود عرضية سعود لكن عمه لكن ريان سعود سعود عبد الحميد استلمها سعود عند سعود يحاول سعود يرجع سعود خبي الأردني عادت لدى سعود سعود في الجيتي اليمنى كرة هذا الفراس مررها وصلت الآن عادت في يحاول أن يجد رأس البركان لكنها مرة مال العرضية لكن كرة سعود حولها نزار استمر الأمر عادل النقعة خيبري لكن يفضل سعود في الجيتي اليمنى عادت من سعود إلى فراس فراس مررها عرضية عرضية تأتي العرضية على القائم الثاني في شوط اللقاء الأول إذا أنت رايح معانا 5-4 دقائق يسدد بالنسبة للمنتخب السعودي لكن هنا لدينا كرة خطيرة عرضية الله في التصفيات الثانية مرة أمام الإيران لا لاعب هذا لدينا علي علوان مر والكرة في الجهة الأخرى لا زالت تحولت إلى ركنية أردنية السعودي أغلى لاعب نعم هو فراس هذه كرة سعود عرضية الله موجودة الكرة مرت من الكل لتعود الآن وصلت مصعب هياها عبد الحميد في منتصف ملعب اللقاء تحولت في الجهة اليسرى يلعب الكرة الأمامية تدخل من سعود عبد الحميد في الجهة اليمنى لا زالت الصدارة لم سعود عبد الحميد يمرر حظا من عرب آسيا بنشوفهم في كأس العالم الأوفر حظا أنا لا أعلم